اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتنا وتفرج بها كربنا وتمحو بها خطيئتنا وتقضي بها حاجتنا. اللهم صل على محمد وانزله المنزل المقرب منك يوم القيامة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لنا طريقا لقربه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد وفي دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأراضين شرقها وغربها وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول صلاة تشفي من الأسقام والأمراض وننجو بها من الكرب العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وألحقنا بخلقه وأدبه وأدبنا بأدابه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والطف بنا فيما جرت به المقادير، واغفر لنا ولجميع المسلمين، وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة.